بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبابنا الكرام، حديثنا اليوم حول استهداف سلطات الاحتلال الصهيوني لمنظومة التعليم الفلسطيني في المدينة المقدسة عاصمة فلسطين. فمع اقتراب العام الدراسي الجديد أطلق مقدسيون حملة لمقاطعة المناهج الصهيونية في مدينة القدس المحتلة، خاصة بعد افتتاح وزارة معارف الاحتلال الصهيوني عدة مدارس بنظام التعليم الصهيوني ضمن محاولاتها المستمرة لتهويد التعليم في المدينة المقدسة. محاولات الاحتلال الصهيوني لا تتوقف عن استهداف التعليم بمدينة القدس، ولكن تصاعدت في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق عبر اتباع إجراءات عنصرية تتمثل بافتتاح عدة مدارس تدرس المنهاج الصهيوني الذي يحرف المنهاج الفلسطيني. وفي هذا تقدم سلطات الاحتلال كل الإغراءات لطلبة المرحلة الثانوية باستيعابهم في سوق العمل لتشجيعهم على التسرب من المدارس. المادة 50 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في الحصول على التعليم الذي يتماشى مع معتقداتهم والذي يحمي ثقافتهم وتراثهم من التغيير أو التشويه. القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس دعت لإنقاذ ما تبقى من قطاع التعليم الفلسطيني وضرورة وجود خطة وطنية شاملة تقف في وجه أسرلة التعليم بالمدينة المقدسة. أما وزارة المعارف الصهيونية فقد أعلنت قبل نحو أسبوع تقريبا عن افتتاح مدرسة إيليا الابتدائية المختلطة بنظام التعليم الإسرائيلي من الصف الأول حتى الصف السادس في بلدة كفر عقب شمالي القدس، مما أجبر الأهالي على تنفيذ حملة للتوعية بمخاطر المنهاج الصهيوني وأسرلة التعليم بالمدينة المقدسة. هذا في حد ذاته يعتبر جريمة مركبة حسب ما أطلق النائب أو الناطق الإعلامي باسم اتحاد المعلمين الفلسطينيين بالقدس، حيث أوضح الأستاذ أحمد الصفدي أن هناك دعوة وطنية من كل القوى الوطنية والمؤسسات المقدسية والوقفية ولجان اتحاد أولياء الأمور والمعلمين والطلبة لمقاطعة المنهاج الصهيوني بسبب ازدياد حجم الهجمة الصهيونية على قطاع التعليم في مدينة القدس. العام الماضي شهد محاولة صهيونية للمساومة وسحب تراخيص مدرستي الإبراهيمية والإيمان المقدسيتين. والآن الاحتلال يسعى إلى تدريس الطلبة المقدسيين منهاج محرف ومسمم يقوم على الخدمة المدنية والعسكرية في الجيش الصهيوني، وهذا أمر خطير يهدف إلى تحييد الطلبة والشباب الذين يدافعون عن المسجد الأقصى المبارك وعن وجودهم في مدينة القدس. بلدية الاحتلال عمدت إلى افتتاح عدة مدارس في باطنها متخصصة بالتكنولوجيا والموسيقى وفي جوهرها تروج للمنهاج الصهيوني الذي يطلق عليه البقروت، وتستهدف الوعي الفلسطيني والهوية الفلسطينية والرموز الوطنية والدينية. إذن مقاطعة المنهاج الصهيوني هي واجب وطني
نظرا لما يمثله هذا المنهاج من خطورة على وعي وفكر الطلبة المقدسيين وعلى الثقافة والهوية الفلسطينية. انتهاكات الاحتلال بحق التعليم لا تتوقف، بل هي في حد ذاتها جريمة مركبة ومستمرة تأتي ضمن خطة ممنهجة لأسرلة هذا القطاع الحيوي والمهم في مدينة القدس. هذه الانتهاكات التي بدأت في استهداف مديرية التربية والتعليم واعتقال مديرها والعديد من المدراء والمعلمين وإغلاق مقر المديرية مؤقتا في البلدة القديمة وخنق العملية التعليمية، فضلا عن استهداف المدارس الأهلية ومنع بناء مدارس جديدة وتهديد بعض المرافق بالهدم وأيضا دفع الغرامات وضريبة الأرانونا، هذه كلها تبين عن جهية وعنصرية هذا الاحتلال البغيض. هذا العمل من قبل الاحتلال يمثل خطورة كبيرة تتمثل في الانقضاض على العملية التعليمية في مدينة القدس. واجب الفلسطينيين ألا يخسروا هذه المعركة الثقافية والتعليمية بامتياز. المطلوب لمواجهة أسرلة التعليم تقديم الدعم العربي والإسلامي لرواتب المعلمين وتقليل الفجوة بين الرواتب وترميم وبناء المدارس ودعم البرامج التعليمية، وكذلك تشكيل جسم أولياء أمور لجميع المظلات التعليمية. وأيضا يجب تفعيل دور اتحاد المعلمين والطلبة وجميع المؤسسات من أجل التحرك العاجل لصد هذه الهجمة الصهيونية على التعليم المقدسي. فنحن الفلسطينيون نسير في هذه المواجهة في كل بقعة من بقاع فلسطين، حتى التعليم في الضفة الغربية وغزة مستهدف بالنقد من سلطات الاحتلال، كذلك التعليم في مصر والتعليم في الأردن والتعليم في المنطقة العربية جمعاء هو تحت نظر الاحتلال الصهيوني الذي يريد تعليما يخدم أهدافه الاستعمارية والاحتلالية في فلسطين وغير فلسطين. لذلك لابد من تشكيل منظومة عربية لحماية التعليم وتضع على رأس أولوياتها التعليم في مدينة القدس المحتلة. العام الماضي 2022 شهد تنظيم العديد من المدارس وأهالي الطلبة ولجان أولياء الأمور في القدس عدة وقفات احتجاجية رفضاً لمحاولات الاحتلال فرض المنهاج الصهيوني وما يحتويه من تزييف وتحريف، وتأكيداً على حق أبنائهم في دراسة المنهاج الفلسطيني. قطاع التعليم في فلسطين يستحوذ على الحصة الأكبر من ميزانية الخطة الخمسية التي أقرتها حكومة الاحتلال بقيمة 445 مليون شيكل على الأقل، أي أن كيان الاحتلال الصهيوني صرفت من عام 2018 حتى عام 2023 ما يقرب 89 مليون شيكل سنويا على تشكيل القطاع التعليمي في القدس وفق مصالحها. إذن التعليم في مدينة القدس مستهدف، خصوصا ضعف الموازنة المخصصة من قبل الحكومة الفلسطينية لقطاع التعليم في مدينة القدس، وذلك ناتج عن الضغوط التي يتعرض لها الفلسطينيون سياسيا من قبل الاحتلال ومن قبل أنصار الاحتلال في الساحة الدولية
وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول. إذن لا بد من وقفة جادة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.